اهلا بيكم في حلقة النهاردة. هتكلم معاكم عن فيلم لص بغداد الجزء الثاني. بس قبل ما ابدأ عايزكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. فيلم لص بغداد هو من بطولة محمد إمام وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وأحمد العوضي. الفيلم اتعرض في سنة 2020 بالتحديد في موسم راس السنة. الفيلم قدر يحقق نجاح لما اتعرض، وناس كتير بتسأل هل فيلم لص بغداد الجزء الثاني هيتعرض في سنة 2023؟ شوفوا بقى، فيلم لص بغداد الجزء الثاني مش هيتعرض في سنة 2023، ولكن إذ ربما يتعرض في سنة 2024، وده لأن محمد إمام في سنة 2023 هيقدم فيلم أبو نسب. وأما عن آخر أعمال محمد إمام في الدراما فكان مسلسل النمر واللي كان في سنة 2021. وبكده أعزائي المشاهدين نكون عرفنا هل فيلم لص بغداد الجزء الثاني هيتعرض في سنة 2023 ولا لا؟ اكتب لنا كومنت وقول لنا إيه أكتر عمل بتحبه لمحمد إمام. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد هنا على قناتكم قعدة سيما. ودلوقتي بقى سلام.